اكيد اي واحد فيكم هيكون زيي، اكيد كله بيجي عليه وقت ما بيبقاش عارف هو ايه اللي المفروض يتقال. انا مصري عايش برا مصر، بشوف بلدي في التلفزيون بس، عندي مزيج من مشاعر طبيعية جدا بالنسبة لأي حد مغترب. طبعا بلدي وحشاني، فرحان بالثورة والتغيير اللي حصل في مقدار وعي الناس، بزعل على الناس اللي بتموت، بغضب لما بشوف واحد فاكر انه أذكى من ملايين ويستخف بعقلية الشعب، ببقى هتجنن من اللي عايزين يوقفوا اللي بدأ لمصلحة شخصية أو عن جهل وولاد وعي. مش قادر استنى لحد ما اشوف البلد بقت حاجة تانية. كل الكلام ده في ناس محترمة عبرت عنه، في ناس مثلا كانت بتنقد، وناس كانت بتغني، وناس كانت بتقول شعر، حتى كان في ناس بتهزر وتضحك مع الناس. النهاردة أنا كمان حبيت أقول، بس لما جيت أقول الكلام ما ساعدنيش، لساني عجز. علشان كده فكرت لما الإنسان يعجز عن الكلام يمكن الجماد يقدر يقول. Thank you.